بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد هنرصد فيها آخر الاستعدادات لمباراة المصري غدا، مباراة الأخيرة للأهلي خلال هذا الموسم، مباراة في الدور ربع النهائي لكأس مصر. تتوقف المسابقة لحين تحديد موعد لمباريات الفترة القادمة، يمكن خلاص بنتكلم النهاردة الثلاث، بكرة الأربع يكون التدريب الأخير، والمباراة إن شاء الله يوم الخميس بعد غد بإذن الله، المباراة يوم الخميس، ولكن بكرة التدريب الأساسي والرئيسي، وهيكون آخر تدريب للفريق على ملعب مختار التتش، وبعدها على طول هيكون في أجازة وراحة سلبية تقترب من حوالي 3 أسابيع استعدادا لمطحنة الموسم القادم. موسم صعب جدا، في مباريات كتيرة، في أجندة، في استحقاقات قارية ودولية، بنقترب من حوالي 70 مباراة للأهلي خلال الفترة القادمة، بخلاف طبعا أجندة المنتخب الوطني اللي هتكون مليئة بالاستعدادات لتصفيات كأس العالم، الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، وكمان منتخبنا الأولمبي عنده مدورة الألعاب الأولمبية في باريس في شهر 6 و7 من عام 2024. حلقة النهاردة هنتكلم على 3 نقاط. أولا ملف التحكيم، امبارح كنا اتكلمنا في نقاط مهمة جدا ومداخلة كانت قوية، عملت صدى ورد فعل قوي جدا في الوسط التحكيمي. النهارده عندنا معلومه جديده، هل ممكن يكون ليها علاقه بالتطوير ولا لا، لانها ليها علاقه بكيفيه التعامل مع الحكام انفسهم استعدادا للمرحله اللي جايه، لان ما ينفعش منظومه التحكيم واحنا بنعمل منظومه محترفه نتعامل مع الحكام وكانهم بيديروا مباريات في الدوري وكمان يديروا مباريات في مراكز الشباب دون الحصول على اي مستحقات. حلقه النهارده فيها كلام مهم جدا، لان هنوجه فيها رساله، مش هنقول فيها معلومه، بغرض الأفضل اللي احنا عايزين نوجه فيها رسالة رفقا بالحكام عشان المرحلة اللي جاية. كمان هنتكلم على الاستعدادات لمباراة المصري، وهنتكلم على الزيارة المهمة جدا اللي هتكون بكرة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة من خلال الشركة الإيطالية المنظمة لدور السوبر مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي. سيعقد اجتماع غدا مع النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي في الساعة 4 عصرا غدا في مقر النادي بالجزيرة. وقبل كل ده، إعلان النادي الأهلي عن الصفقة الثانية، انضمام اللاعب المغربي الموهوب رضا سليم، صفقة مهمة جدا للنادي الأهلي في الموسم القادم، نتمنى يا رب يكون فيها توفيق كبير جدا واللاعب يقدم أفضل ما عنده مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. حلقة فيها كواليس وتفاصيل كتيرة قوي، وكالعادة بتسمعوا مننا دايما المعلومات الجديدة والحصرية من خلال شاشة قناة الأهلي، لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، والسؤال بالملف الأخير اللي اتكلمت عليه، انضمام رضا سليم. عايز كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان تدخل وتشارك معانا وتوجه رسالة للنجم المغربي، نجم النادي الأهلي رضا سليم. وجهوا رسالتكم للاعب الأهلي الجديد، وفي نهاية الحلقة بالتأكيد هستعرض أكبر قدر من رسائل حضراتكم على انضمام هذا اللاعب الكبير الموهوب، الصفقة الشابة اللي انضمت للأهلي وتم الإعلان عنها بشكل رسمي مساء أمس. طيب نروح بسرعة لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يعود للتدريبات غدا استعدادا لمباراة المصري. وفي الترند المحلي، العمومية الطارئة تقرر إلغاء دوري المحترفين. وفي الترند العالمي، كلوب صلاح لاعب ذكي. تصريح مهم جدا من يورجن كلوب، اكيد في الترند العالمي هنتكلم عليه، ونتكلم على ان محمد صلاح لاعب ذكي. هنعرف لاعب ذكي في اي مرحله وفي اي اطار، هل في فكره الاستمرار في الدوري الانجليزي، عدم الموافقه على المغريات للعب في الدوري السعودي في ظل رحيل ساديو ماني خلال الساعات الاخيره من نادي بايرن ميونخ الى نادي النصر السعودي. حلقه بالتاكيد فيها كواليس كتيره، ولكن بسرعه نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر الاخبار والكواليس في فقرة ترند الترند. مرحبا بابن المغرب الشقيق، مرحبا بالرحالة مقيما في أرض الأمجاد، مرحبا بك يا رضا في نادي القرن. صفقة مهمة جدا تم الإعلان عنها بشكل رسمي بالأمس، انضمام اللاعب الموهوب رضا سليم، لاعب نادي الجيش الملكي المغربي، قادما إلى النادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا. صفقة مهمة جدا، ويمكن في آخر 10 سنوات يمكن رضا سليم هو ثالث لاعب مغربي ينضم للنادي الأهلي. البداية كانت بوليد أزارو في 10 سنوات الأخيرة،
وكان من اللاعبين المهمين جدا في خط هجوم النادي الاهلي، هداف من طراز فريد، ظهر وتالق مع الاهلي قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وكان بدايه تالقه وموهبته ظهرت من خلال النادي الاهلي. ثم النجم المغربي لاعب نادي الرجاء الرياضي المغربي بدر بنون، قائد خط الدفاع، جاء وتالق وظهر بمستوى عالي مع النادي الاهلي، وبعدما ترك النادي الاهلي زار النادي الاهلي وتواجد مع الاهلي قبل ليله مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا مع نادي الوداد. صفقة الثالثة في الساعات الأخيرة انضمام رضا سليم. ثلاث لاعبين مغاربة تواجدوا في النادي الأهلي خلال العشر سنوات الأخيرة، في كل لقاء وفي كل تصريح وفي كل خروج إعلامي يتحدثوا عن النادي الأهلي بكل حب وتقدير، والنادي الأهلي يتعامل مع كل الأندية المغربية بكل حب وتقدير. النادي الأهلي يعشق المغرب، جماهير الأهلي بتعشق المغرب، عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي هناك علاقات قوية ووطيدة مع النسور الخضر، مع جماهير العالمي، جماهير نادي الرجاء. فالعلاقات القوية اللي بتجمع الأهلي من خلال جميع أفراد منظومته سواء إدارة أو جماهير أو حتى إعلاميين، الحمد لله في علاقات جيدة جدا مع الأشقاء في المغرب، وكل ده بالتأكيد بنشوفه من خلال رحلات الأهلي، مباريات الأهلي. حتى لما الأهلي احتفل بنهائي دوري أبطال إفريقيا والفوز بالأميرة السمراء لم يكن هناك أي شيء يعكر صفو الاحتفالية في مركب محمد الخامس، رغم أن الأهلي بيحتفل في أرض ملعب الفريق الخاسر، وإن دل على شيء بيدل على مدى احترام الجماهير المغربية للروح الرياضية ولكرة القدم بشكل عام بعد فوز الأهلي وإقصاء والفوز على حامل اللقب على أرضه ووسط جمهوره. انضمام رضا سليم جاء في توقيت مهم جدا، وطريقة تقديم هذه الصفقة المميزة لها مدلول مهم جدا. الرحالة ابن بطوطة والرحالة رضا سليم الآن داخل قلعة البطولات والأمجاد النادي الأهلي. رضا سليم أرقامه مع الجيش الملكي الموسم الماضي كانت كالآتي: لعب 39 مباراة، ساهم في 27 هدف، أحرز 13 وصنع 14 هدف. لاعب صغير السن 22 سنة، المستقبل بإذن الله كله قدامه خلال الفترة اللي جاية. عام 2019 شهد تصعيد الجناح الواعد إلى الفريق الأول في نادي الجيش الملكي، لعب 115 مباراة بقميص الجيش الملكي في مختلف المسابقات. رضا ساهم بدور كبير وواضح في تتويج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي الـ13 في تاريخه، حيث فضل اشتباك بينه وبين نادي السابق الرجاء الذي تراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الأبطال التاريخيين برصيد 12 لقب. يعني أصبح الجيش الملكي دلوقتي بيتخطى الرجاء في عدد الفوز بالبطولات في الدوري المغربي. تم استدعاء رضا سليم لتمثيل منتخب المغرب عام 2021 تحت قيادة المدرب حسين عموتة، ولعب مباراة واحدة مع أسود الأطلس. لعب رضا 115 مباراة مع الجيش الملكي زي ما قلت لحضراتكم منذ انضمامه عام 2019، سجل 32 هدف وصنع 26 هدف. رضا بيتميز دايما بتسديد ركلات الجزاء الترجيحية، وكلنا نتذكر ركلة الجزاء الترجيحية اللي منحت الجيش الملكي البطولة الوطنية المغربية كانت بتوقيع رضا سليم. ضربة الجزاء اللي جت في اللحظات الأخيرة هي اللي منحت الجيش الملكي البطولة المغربية بهدف من توقيع رضا سليم. دلوقتي أصبح النادي الأهلي بيمتلك 2 لعيبة كان لهم دور كبير جدا في خسارة الوداد المغربي لبطولتين في أقل من شهر. الأهلي عنده محمد عبد المنعم صاحب الرأسية في مرمى يوسف المطيع في نهائي دوري الأبطال والتعادل الإيجابي، ومن ثم خسارة الوداد للقب الإفريقي. الآن الأهلي بيمتلك اللاعب المغربي الموهوب رضا سليم صاحب ركلة الجزاء الشهيرة في الدقيقة 90 في مباراة الجيش الملكي الأخيرة، وكانت ركلة الجزاء هي بمثابة إعلان رسمي لتتويج الجيش الملكي بالبطولة الوطنية المغربية، وهذه ركلة الجزاء كانت سبباً في خسارة الوداد للبطولة الوطنية في اللحظات الأخيرة رغم فوز الوداد في الجولة الأخيرة. رضا ومنعم موجودين في الأهلي وهما طرفا خسارة الوداد في آخر بطولتين الدوري المغربي والبطولة الإفريقية. هو نوع بس من فكرة الأرقام والصدف اللي ممكن تجمع عدد من اللعيبة بيكونوا أسباب في خسارة فريق في بعض البطولات. طيب
رضا بيجيد تنفيذ ركلات الجزاء، سجل 21 ركلة جزاء مع الجيش الملكي، 21 ركلة جزاء، 19 منهم سكنت شباك المنافسين ولم يهدر سوى ركلتين فقط. بيجيد اللعب في كل أشكال الكرات الثابتة، الضربات الركنية والركلات الحرة. إمتى تاخد من رضا شغل عالي جدا؟ لما يكون عندك رأس حربة بيتميز بالتسديد بضربات الرأس والتحركات داخل منطقة الجزاء. رضا صفقة مهمة جدا، هيبقى فيها إضافة لخط هجوم النادي الأهلي اللي كان آخر موسم أفضل خط هجوم في الدوري المصري وفي البطولة الإفريقية، ولكن أنت بتقوي السكواد والقائمة بتاعتك عشان المسابقات القادمة، سوبر إفريقي، الدوري الأفريقي الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، كأس العالم للأندية. أنت بتتكلم على 4 مسابقات قارية ودولية، لسه ما اتكلمتش على المسابقات المحلية. فأنت محتاج مع بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة يكون معاك كمان رضا سليم، وبتسعى للدعم بصفقة مهاجم أجنبي يكون موجود كمان مع محمد شريف. محمد شريف وكهربا صفقة مهاجم أجنبي هتكون مهمة جدا مع أفشة، رضا سليم، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر. يعني قايمة قوية جدا تقدر تلعب بيها كل 72 ساعة مباراة، لأن الفترة اللي جاية فعلا ده اللي هيحصل. عشان كده كولر بيخطط بشكل كويس للمشروع اللي بيشتغل عليه مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وخلال الفترة الحالية حتى الآن كل المتطلبات اللي طلبها كولر بيتم تنفيذها على أرض الواقع، وبدري بدري بدري بدري، لأن أنت القايمة الإفريقية آخر ميعاد للتسجيل يوم 31/8. فمهم جدا، مش ميعاد القايمة الإفريقية، لا، مهم جدا قبل ما تيجي تبدأ المعسكر وتبدأ فترة الإعداد بعد الراحة السلبية يوم 22 أو 23/8، يكون الفريق بالكامل اللي هيستعد للموسم الجديد معاك، مش مستني لعيب لسه هيجي لك على آخر 8 ولا أول 9. لا، جبت إمام عاشور، جبت رضا سليم، أول ما يبدأ فترة الإعداد بعد الراحة السلبية هيكونوا معاك على طول في المعسكر. ولسه الأيام اللي جاية بإذن الله هنكشف عن آخر الصفقات والتدعيمات اللي الأهلي بيشتغل عليها بنسبة كبيرة لدعم صفوف الفريق. دي جزئية أولى كنت عايز أتكلم عليها. الجزئية الثانية، وهو اجتماع مهم جدا بكرة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة 4 العصر. الشركة الإيطالية المنظمة للدوري الأفريقي الممتاز ومعاهم وفد رفيع المستوى من الكاف والفيفا، ما يقرب من حوالي 11 جنسية، 11 جنسية مختلفة، اللي من أمريكا واللي من إيطاليا واللي من كندا، جنسيات متعددة في الزيارة الرسمية اللي هتكون بكرة إن شاء الله، أولا في استاد القاهرة في الصباح الباكر، ثم يعقبوا اجتماع مهم جدا مع إدارة النادي الأهلي الساعة 4 العصر في مقر النادي بالجزيرة. نركز مع بعض عشان الكلام اللي جاي ده مهم جدا. نفس الوفد ده كان موجود في المغرب وكان في تونس اليومين اللي فاتوا، والنهاردة يعني في اللحظات اللي بتكلم معاكم فيها دلوقتي المفروض الوفد وصل إلى القاهرة قادما من تونس. الوفد المفروض هيزور استاد القاهرة، ويكون مرافق لهذه الزيارة مسؤولين من اتحاد الكرة ومسؤولين من هيئة استاد القاهرة. عشان ايه؟ الزيارة الأولى كانوا طلبوا بعض التعديلات على مقصورة الإعلام، المقصورة الفي اي بي ومقصورة الفي في اي بي، عشان الاستاد يكون جاهز لاستضافة السوبر ليج. والمتطلبات اللي عايزينها فيها يعني شروط أعلى شوية من الشروط اللي كانت موجودة في تنظيم مصر لكأس الأمم، بدليل ان ماسوره الاعلام حاليا بالفعل تم تغييرها بالكامل، وفي استعدادات لتحضير وتجهيز الماسوره بشكل مختلف تماما عن الفتره السابقه عشان تواكب الحدث اللي هيستضيفه استاد القاهره في الفتره من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر. طيب، دي زياره هيكون فيها ورشه عمل، ورشه عمل عشان مناقشه جاهزيه الاستاد لاستضافه المباريات، جاهزيه الاستاد لاستضافه كبار الزوار، جاهزية الاستاد لاستضافة الفرق المنافسة. كل التفاصيل المتعلقة بالاستاد هتتناقش في اجتماع بكرة، فاجتماع مهم جدا أكيد هيكون فيه مسؤولين من اتحاد الكرة. طيب، بعدها في زيارة في إدارة النادي الأهلي مع إدارة النادي الأهلي الساعة 4 العصر. الزيارة دي فيها كل التفاصيل التنظيمية للبطولة، أنت محتاج إيه وعايز تعرف إيه عن البطولة، وإحنا هنقول لك إحنا
اللي هنقدر نقدمه في هذه البطولة؟ حاجات كتيرة جدا أكيد عايزين نعرفها. أولها البطولة رسميا تم اعتمادها من 2010 ل 11-11، ولكن قائمة البطولة كم لاعب؟ هل القائمة من القائمة الإفريقية والقائمة المحلية، ولا ليا الحق إن أنا أستعين بلعيبة في البطولة دي بس؟ دي نقطة. النقطة الثانية الانتقالات والسفر، العدد المتاح للسفر هيبقى برقم معين ولا الرقم هيبقى أكبر من اللي كان الفيفا بيعتمده في مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية؟ كمان جدول الماتشات والمباريات والتوقيتات الرسمية، كمان لائحة البطولة، العقوبات، الحوافز، المكافآت، كل التفاصيل دي أكيد الكل عايز يعرفها. في أجزاء منها يتجاوب عليها في زيارة الوفد ده لتونس. من أهمها إن المباراة هتتلعب رسميا من 20 أكتوبر ل 11 نوفمبر بنظام النوك أوت، ذهاب إياب. والحمد لله في التوقيت اللي الكل راح فيه لقصة إن البطولة هتتلعب بنظام الدورة المجمعة، كنا الوحيدين اللي بنأكد للناس إن الكلام ده غير صحيح. الكلام ده غير صحيح، والبعض طلع طالب وضم أو طالب يعني إن مصر تنظم، أصل المغرب هتنظم، أصل تنزانيا هتنظم. إحنا من دي وان قلنا مفيش يا جماعة الكلام ده. ليه مفيش الكلام ده؟ لأن الناس زارت 8 ملاعب لتمن أندية، فلما تيجي تنظم دورة مجمعة هتزور دولة واحدة وأكتر من ملعب في الدولة دي، لكن لما تزور 8 دول بتمن أندية مختلفة لتمن ملاعب مختلفة يبقى الدورة المجمعة مش مطروحة. يبقى الكلام كان من البداية بنظام الذهاب والإياب، وكل نادي هيلعب على ملعبه 3 مباريات في حال الوصول للمباراة النهائية. فبالفعل تم اعتماد ده وتم اختار ده بشكل رسمي في الزيارة اللي تمت في تونس قبل 48 ساعة. الترجي هيلعب في ملعب رادس، الأهلي اختار استاد القاهرة، الوداد المفروض كان اختار مركب محمد الخامس، ولكن حاليا بعض الملاعب المغربية مغلقة للصيانة استعدادا لاستضافة كأس الأمم في 2025. فهل الوداد هيلعب على مركب محمد الخامس، ولا خلال الساعات القادمة قد يحدث تعديل ممكن يكون فيها مفاجآت؟ ولكن هحاول قدر الإمكان نعرف لحضراتكم الوداد هيستضيف لقاءات السوبر ليج في أي ملعب. الزيارة مستمرة في القاهرة على مدار 48 ساعة، واتحاد الكورة عنده فرصة تاريخية. ليه؟ دايما لما بنطلع نقول معلومة يطلع يرد علينا الحاج عامر حسين ويقول ايه؟ ما جاليش اختار رسمي، ما بتعاملش مع التقارير، انا بتعامل مع الخطابات الرسمية. ادي الجمل وادي الجمال، الناس جت وهتبقى موجودة في القاهرة 72 ساعة، النهاردة الوصول، المغادرة يوم الجمعة، واجتماعاتهم يوم الاربع والخميس. فرصة بقى مدير التنفيذي للاتحاد دكتور وليد العطار لسه راجع من ابو ظبي امبارح بعد توقيع اتفاقيه كاس السوبر الابطال، والحاج عامر حسين المسؤول عن المسابقات. قبل ما تقعد بقى تحط اجنده الموسم القادم اقعد مع الناس افهم الموسم اللي جاي هيشتغل ازاي، السوبر ليج نظامه ايه، كاس السوبر الافريقي الاهلي واتحاد العاصمه ميعاده امتى، عشان تاخد مواقف رسميه وتبدا تشتغل عليها، عشان ما عندكش وقت الفتره الجايه هيبقى الوقت قصير جدا وتستعد لبدايه الموسم القادم. دي الجزئيه المتعلقه باجتماعات بكرة المهمة جدا الخاصة بالدوري الأفريقي الممتاز السوبر ليج اللي مرصود ليه مبدئيا 25 مليون دولار قيمة جوائز البطولة الخاصة بالسوبر ليج في النسخة الأولى. البطل بيقال في التقديرات يعني من 6 ل 6.5 مليون دولار، ومجرد المشاركة في مليون دولار. وطبعا طبقا بقى لنتائجك في البطولة كل نادي هيلعب حد أدنى مباراتين وحد أقصى 6 مباريات. مباراتين لو لعبت دور الثمانية النوك اوت خرجت، وست مباريات لو وصلت للفاينل لعبت دور ثمانية ونصف نهائي والمباراة النهائية. ده الملف الثاني. الملف الثالث ومتعلق بموضوع التحكيم، وجات لي رسائل كتير والحمد لله يمكن ثقة كبيرة جدا من برنامج الترند لكل أسرة التحكيم. الناس دايما بتتواصل معانا، حكام عاملين، حكام معتزلين، حكام دوليين سابقين، مصادر وأعضاء في لجنة الحكام، الكل يكون حريص على التوضيح سواء في معلومة إحنا قلناها أو لو في قضية أو مشكلة الأطراف كلها بتواجهها عشان المرحلة اللي جاية. آخر معلومة جات لي ودي بعيدة شوية عن لجنة الحكام الرئيسية، وأنا هوجه معلومة أو أوجه رسالة للجنة حكام منطقة الغربية. رئيس اللجنة، أنت شايف الفترة الأخيرة الحكام ليها مستحقات، وشايف ان مستحقات الحكام وصلت لحوالي 30 مليون جنيه، وشايف حضرتك ان الحكام بيعانوا من مشاكل كتيره جدا، ما تجيش حضرتك بقى تضغط الحكام
اللي هم بيديروا مباريات في الممتاز وفي الممتاز به وفي القسم الثالث، واتحاد الكرة بيعتمد عليهم في المباريات يعني. ومنطقة الغربية من المناطق اللي عندها يعني عدد كبير جدا من الحكام، وفي حكام مهمين كمان بيديروا مباريات في الدوري الممتاز. ما ينفعش تطلب منهم يديروا مباريات في دوري مراكز الشباب وان الحكم اللي هيعتذر عن إدارة هذه المباريات مش هيبقى معانا السنة الجاية. ده تهديد يعني، ده كده تهديد يعني. اولا وفر للحكام المستحقات، هات لهم فلوسهم الاول، كل واحد حكم من دول يعني لو فكرت وشفت مستحقاته كل حكم هيبقى عليك ليه كام؟ 4000 جنيه 3000 جنيه ده اقصى حاجة، 1500 يعني، ارقام مش كبيرة. وفر لهم الاول المستحقات دي، وفر لهم معسكرات للاعداد للموسم الجديد، ومجرد ما تطلب منهم يجوا يديروا مباريات في دوري مراكز الشباب في منطقه الغربيه هتلاقيهم جايين لك على طول على طول. لكن انت بتطلب منهم تعالوا حكموا، الحكام هتعترض، ليهم مستحقات اساسا في مباريات الدوري وكاس الرابطه وكاس مصر. تطلب منهم كمان دوري مراكز الشباب اللي هو كام؟ لما الحكم يروح يحكم ماتش زي ده 300 جنيه. ايه الدافع للحكم انه يروح يحكم ماتش زي ده ياخد فيه 300 جنيه؟ اكيد هيعتذر، لكن لما هيعتذر اكيد دي وجهه نظر، فلما يكون له وجهه نظر لازم تسمعها، مش تقول له انت السنه الجايه مش معايا في الدوري. ده مش منطقي. يعني رسالتي للجنه حكام منطقه الغربيه ده مش منطقي. ورسالتي للجنه الحكام الرئيسيه راجعوا لجنه حكام الغربيه في الكلام اللي بيتقال ده، لان الرسائل انا طبعا ما ينفعش اعرض يعني الرسائل اللي بتجيلي والكلام اللي طلع من الكابتن علي طلبه رئيس لجنه حكام الغربيه للحكام. ما ينفعش انك تقول لهم لو ما حدش فيكم هيكون معايا في دوري مراكز الشباب انتوا مش معانا السنه الجايه في الممتاز بي او في دوري المحترفين او حتى ما حدش فيكم هيتصعد للدوري الممتاز. هل بيريرا عارف ان لجنه حكام الغربيه بتشتغل بالشكل ده؟ اشك. ومن خلال برنامج الترند احنا بنقول اهو المعلومه على الهواء عشان توصل للجنه حكام الرئيسيه في اتحاد الكوره. بيريرا اللجان الفرعيه اللي في المناطق ما ينفعش تشتغل من دماغها، وما ينفعش توجه رسائل الحكام فيها تهديد انك لو ما حكمتش معايا في دوري مراكز الشباب انتش معايا في الدوري الممتاز. فاتمنى ان يكون في اهتمام بهذه الجزئيات. احنا دايما بيجي لنا رسائل، الناس كلها متفاعله معانا، الناس شايفه ان احنا الحمد لله صوت الحق وصوتنا بيوصل، فكان دورنا ان احنا نقدم هذه المعلومه وهذه الرساله للجنه الحكام الرئيسيه. طيب حاجه اخيره، كيف يستعد الاهلي لمباراه المصري؟ النهارده راحه، بكره التدريب الاخير، الدخول في قائمه والاستعداد لمباراة المصري إن شاء الله يوم الخميس الساعة 6 على استاد برج العرب. فاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. آخر أخبار الترند فيها كلام مهم جدا عن الميركاتو الصيفي، تفاعل السوشيال ميديا على الصفقات، كيف يستعد الأهلي لمواجهة المصري، وكمان موضوع دوري المحترفين والقسم الثاني، كلام مهم في الترند المحلي. نطلع نشوف آخر أخبار الترند. اخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من خلال ترند الاهلي، وبدايه في ترند الاهلي من حساب سبورت 360 مصريه، بيتكلموا على خط هجوم الاهلي بعد انضمام رضا سليم، دمار شامل يمتلك المدرب السويسري مارسيل كولر. ربنا يوفق الاهلي باذن الله في هذه الصفقه، وزي ما انتم شايفين طبعا صوره مارسيل كولر وخط الهجوم، وده اللي كنت بتكلم فيه في بدايه الحلقه. كهربا، طاهر، تاو، عبد القادر، رضا سليم، محمد شريف، حسين الشحات، وكريستو. بنتكلم على الطرفي الجناح اليمين والشمال ورأس الحربة، وفي انتظار أكيد رأس حربة بمواصفات خاصة عشان تقدر تكتمل الصورة الخاصة بالتشكيلة الهجومية للفريق في المنافسات القادمة. فبالنسبة لنا خط هجوم بعنوان الدمار الشامل في الفترة اللي جاية. ولكن على فكرة قبل التدعيمات دي لو بصينا على نتائج الأهلي السنة دي، أفضل خط هجوم في الدوري المصري وافضل خط هجوم في دوري ابطال افريقيا. فالتدعيمات دي مهمه عشان الاستحقاقات الجايه، لانك عايز تنجز وعايز تعمل انجازات طيبه. يعني انت داخل على السوبر ليج 6 مليون دولار، كاس عالم انديه الحد الادنى لو وصلت مباراه السيمي فاينل ضمنت على الاقل يعني 3 مليون دولار، رحت الفاينل انت بتتكلم في 4 مليون دولار على الاقل، فبتتكلم في ارقام في ظرف شهرين ممكن تكسب 10 مليون دولار. فلو ضحيت ب 3 4 مليون دولار مش مشكله عشان في الاخر تجيب جوائز وارقام كبيره. طب حساب اليوم السابع بيتكلموا على محمد شريف يغيب عن الاهلي امام المصري البورسعيدي بسبب الاصابه. شريف كان عنده جزع في الرباط الداخلي للركبه،
ما لعبش مباراه الداخليه، عنده برنامج تاهيلي محتاج 10 ايام، فبالتالي نقدر نقول الموسم لشريف كده خلص. بعد مباراه المصري الفريق كله هياخد اجازه، وان شاء الله يستعد للموسم الجديد. يرجع شريف، يرجع السوليه، متولي، اكرم توفيق، كريم فؤاد، اللعيبه اللي كانت مصابه منذ فتره طويله. طيب نكمل مع بعض في ترند الاهلي وملعب القاهره 24. بيقولوا الاهلي يفقد جهود محمد عبد المنعم امام المصري في كاس مصر. ده طبيعي طبعا، محمد عبد المنعم موقوف 3 لقاءات من ساعه طبعا الكارت الاحمر اللي حصل عليه في مباراه نهائي الكاس امام بيراميدز، فبالتالي القرار الايقاف كان 3 مباريات. غاب عن مباراه السويس، غاب عن مباراه الداخليه، والطبيعي المباراه الاخيره في الايقاف الـ3 ماتشات هيكون مباراه المصري، وان شاء الله الاهلي يكسب ويكون محمد عبد المنعم متاح في مباراه انبي في نصف النهائي والنهائي ان شاء الله في حال التاهل. طيب يلا كوره عمل تقرير حلو جدا على فكره عندما يواجه علي ماهر الاهلي. علي ماهر كلمه السر، كابوس 2018 يطارد الاهلي امام المصري في الكاس. انا بحب التقارير الرقميه دي لانها بتديني مدلول على مدى صعوبه المباراه. طيب علي ماهر كان بيقود فيوتشر خلال هذا الموسم. فيوتشر يمكن من الفرق اللي قدرت تتعادل مع الاهلي في المباراتين. فكولر ما قدرش يكسب فيوتشر في اللقاءين سواء الدور الاول او الدور الثاني. ولكن لما كان علي ماهر في 30 ابريل عام 2018 مدربا للاسيوطي سابقا اللي هو بيراميدز حاليا، حمل ذكرى سيئه. ليه؟ لان وقتها النادي الاهلي خسر في الدور ربع النهائي بعد فوز الاسيوطي وقتها، وكان ساعتها الاسيوطي احد الانديه الصاعده للدوري الممتاز، والهدف ده سجله عمر كمال عبد الواحد. فلذلك يلا كوره شايفين ان في كابوس قد يطارد الاهلي في مباراه يوم الخميس، لان علي ماهر كلمه السر في مساله المباريات الصعبه اللي بيواجهها مع الاهلي. هو لما بيتولى فريق قدام الاهلي بتبقى المباراه صعبه، في مباريات تانية الكابتن علي بيلعبها بتبقى مباريات سهله لبعض المنافسين. عموما هنتفرج على مباراه المصري ونشوف يوم الخميس هل هتستمر هذه الجزئيه. اكيد نتمنى لا، والاهلي يكسب ويصعد للدور المقبل. طب حساب بطولات بيتكلموا على الكابتن سعد سمير، مصدر مقرب من سعد بيقول ان اللاعب يمتلك 4 عروض من انديه زد والجونه سموحه وسيراميكا كليوباترا، وسيحسم موقفه خلال الساعات الماضيه. نتمنى يا رب التوفيق لسعد. سعد من اللعيبه الرجاله قوي، لعب في نادي الاهلي فترات طويله، كان ليه دور للحصول على بطولات عديده، انتقل لفيوتشر يمكن ما كانتش التجربه ناجحه بالنسبه له بنسبه 100%، ولكن اتمنى ان سعد يكمل وياخد تجربه يبقى فيها تحدي جديد، وان شاء الله انا واثق ان سعد هيكون عنده قدره انه يرجع تاني خلال الفتره اللي جايه. طيب اليوم السابع بعد انتقال رضا سليم بيقولوا ان الاهلي يستقر على تسويق احمد قندوسي في الميركاتو الصيفي. هنقرا وهنسمع الخبر ده كتير الفتره اللي جايه. ليه؟ قائمه اللاعبين الاجانب اللي فوق السن المفروض 5 لعيبه. دلوقتي عندك معلول، بيرسيتاو، ديانج، وكمان رضا سليم. كريستو تحت السن مش من ضمن الـ5، فاحمد القندوسي هو اللاعب رقم 5. لو جبت مهاجم اجنبي لازم تطلع احمد قندوسي من المعادله، يطلع اعاره لاحد الانديه. في عروض، سمعنا ان في عروض، ولكن ده يتوقف على ملف الصفقات في الفتره اللي جايه لو انضم مهاجم اجنبي. طيب عندك لاعب اخر زي والتر بواليا هو خارج الحسابات، والاهلي قدر الامكان بيحاول تسويق والتر بواليا زي ما حصل في موضوع برونو سافيو ولويس ميكيسون. لكن هنشوف الفتره اللي جايه هذا الموقف. وفي اعلام جزائري مهتم جدا بموقف احمد قندوسي، ان هم كانوا يتمنوا ان احمد يظهر بشكل جيد في الـ6 شهور الاولى، ولكن هم شايفين وفي قناعه حتى لدى الزملاء الاعلاميين في الجزائر ان احمد قندوسي حاول يدخل في التشكيله الاساسيه. الراجل اداله بعض المباريات، ولكن زحمه الماتشات، اجنده المباريات، يعني شايفين ان احمد ما قدرش يفرض نفسه على التشكيله الاساسيه. عموما هنشوف الفتره الجايه كولر ازاي بيفكر في هذه الجزئيه. اخر حاجه في ترند الاهلي المصري الرياضي، الصفقه الثالثه بعد حسم الصفقه الاولى والثانيه وانضمام امام ورضا سليم، الاهلي يضم لاعب جديد في قائمته للموسم الجديد. تدخل على الموضوع، تعرفين بقى المصري الرياضي بيشتغل بالعناوين اللي هي ممكن ايه تعمل قرايه كتير ومشاهده. الصفقه الثالثه، فتتوقع ممكن تكون صفقه جديده. لا هما بيتكلموا ان هنا مصدر في الاهلي قال ان كريم نيدفيد هيعود بعد فتره اعاره فيوتشر وهيتم قيده في قائمه الفريق، وبالتالي هما شايفين ان دي الصفقه الثالثه لتدعيم خط الوسط بعد نهايه فتره اعاره كريم نيدفيد مع فيوتشر خلال الفتره اللي جايه. وكمان السماح للاهلي بضم محمد شكري الظهير الايسر
اللي تألق في المباراة الأخيرة في كأس الرابطة ما بين سيراميكا والمصر. ده ترند الأهلي وكل التفاصيل اللي فيه. ترند المحلي، والنهاردة كان في حدث مهم جدا في مقر اتحاد الكورة، اجتماع أندية الجمعية العمومية. هل اجتماع رسمي ولا اجتماع ودي؟ على المستوى الرسمي ما كانش فيه أي ممثل من اتحاد الكورة ولا من اللجنة الأولمبية عشان نقول ده اجتماع جمعية عمومية غير عادية، ولكن تعالوا نشوف التفاصيل. حساب في الجول ألقى الضوء على الاجتماع وقال: على عكس قرار اتحاد الكورة والذي أعلن قبل أيام أن مطالبات الأندية بعقد جمعية عمومية غير ملزم له، النهاردة الجمعية العمومية لاتحاد الكورة توافق على إلغاء دور المحترفين. طيب، في الجول وصفها وكأنها جمعية عمومية، ولكن اتحاد الكورة النهاردة، وأعتقد في بيان هيصدر في هذا الشأن، هيقول ده ما كانش جمعية عمومية، ده كان اجتماع ودي. حتى لو النصاب القانوني صحيح، ولكن بيقولوا إن الإجراءات لضم أو العقد هذه الجمعية ما كانش سليم. فالأندية اللي اجتمعت النهاردة وخدت قرار بإلغاء دور المحترفين اجتمعت بعدد من أعضاء المجلس في الدور الثاني في مقر الجبلية، وأعضاء المجلس قالوا لهم إن الاجتماع ده إحنا ملناش قرار فيه، هناخد كل تفاصيل الاجتماع ونعرضه على الشؤون القانونية وهي اللي تقول لنا رأيها القانوني، هل الاجتماع ده سليم وبالتالي نعتمد هذا القرار بإلغاء دور المحترفين للقسم الثاني، ولا الاجتماع ده غير قانوني وبالتالي كأن لم يكن؟ ده هنشوفه خلال الساعات الجاية، وهتبقى خناقة جديدة على هذا الاجتماع، قانوني ولا مش قانوني. طيب، رئيس النادي المنصورة اللي كان موجود النهاردة في الاجتماع خرج وقال، العميد محمد البسيوني قال: العمومية الطارئة لاتحاد الكرة اكتملت واتخذنا قرارا بإلغاء دور المحترفين. صرح وقال: عدد الحضور النهاردة كان 37 نادي، النصاب القانوني بيكتمل بحضور 31، ودول أكتر من ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية. الأندية الحاضرة اتخذت قرار بإلغاء البطولة دور المحترفين، وهنختر اتحاد الكرة بشكل رسمي. طب تعالوا نشوف حساب الشروق ناقش الأمر إزاي وقال إيه. اتحاد الكرة بيتكلم على العائد المادي من كاس السوبر، بس قبل ما أروح على كاس السوبر، اتحاد الكرة في تصريحاته أيضا للمواقع قال: مش هنعتمد هذا الاجتماع إلا لما الشؤون القانونية تقول لنا رأيها في هذا الأمر. ومعلوماتي إن الشؤون القانونية هتقول إن الاجتماع ده غير رسمي، بدليل إن مفيش حد حضر من اتحاد الكرة ولا من اللجنة القانونية ولا حتى من اللجنة الأولمبية. وبالتالي هتبقى الخناقة الفترة الجاية، القرارات دي رسمية ولا قرارات غير رسمية؟ هل هيبقى في اللجوء للجان المختصة، لجنة فض المنازعات؟ هل هيبقى في لجوء للقضاء الإداري؟ ده شق أكيد إحنا مقبلين عليه، لأن أنا عشت أحداث زي دي. أندية تطلب جمعية عمومية غير عادية، الاتحاد لا يستجيب، الأندية تجتمع في مقر الاتحاد، تتخذ قرارات، الاتحاد لا يعتمدها، على طول الأندية تتجه إلى اللجنة الأولمبية أو القضاء الإداري، وتبدأ تخش في ديبيت جديد وقضية جديدة. الكرة المصرية معودان على ده، ولكن جزئية متعلقة بقى ببطولة جديدة اسمها كأس السوبر للأندية الأبطال. اتحاد الكرة وفي تصريحات رسمية قالوا إن العائد المادي من كأس السوبر الجديد يتجاوز 50 مليون جنيه. امبارح كانت في تصريحات للأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وقال فيها إن العائد المادي لهذه البطولة سنويا 6 مليون درهم، أي ما يوازي حوالي 50 مليون جنيه. بيقولوا إن كأس السوبر بالنظام القديم بطل الدوري وبطل الكأس بتتكلم في 15 مليون، ولكن تم تعظيم قيمة البطولة وزيادة مبارياتها بهذا الشكل عشان يبقى فيه أرقام أكبر كتسويق لهذه البطولة. ميعاد المباراة عمل لهم أزمة، يعني هم اتفقوا خلاص على البطولة، مين أبطالها؟ قالوا بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة، والوصيف في الدوري العام. طب البطولة تتلعب إمتى؟ امبارح أنا سمعت الدكتور وليد العطار بيقول إن البطولة هتتلعب في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وده ميعاد بالنسبة لي أنا شايفه، يعني لو اتلعبت في التوقيت ده الأهلي مش معاك، لأن الأهلي هيكون مرتبط بالسوبر ليج، عنده بطولة من 20/10 ل 11 نوفمبر، والأهلي وارد يوصل النهائي، فهيكون مرتبط بماتشات، فلو حددت الميعاد ده أنت مش ضامن، الأهلي ممكن يكسب ويوصل للنهائي، فبالتالي مش هيبقى متاح يلعب معاك هذه البطولة. الحاجة التانية، منتظرين تحديد ميعادها أكتر عشان يعرفوا موقف كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة. فتوقيت البطولة أفضل ميعاد مناسب ليه الأسبوع الأول من أكتوبر. لو استنيت قرارات الكاف أعتقد مش هتلحق تسكن البطولة دي في مواعيد قريبة، وهتضطر تستنى المواعيد التانية، وهتبقى مشكلة
في تحديد المواعيد، لان الاهلي الفتره اللي جايه مقبل على بطولات كتيره جدا. انت لو بصيت على بيراميدز دوري الابطال بس فتقدر تحدد، سيراميكا ما بيلعبش افريقيا، الاهلي عنده اربع بطولات، دوري ابطال، سوبر افريقي مع اتحاد العاصمه، الدوري الافريقي الممتاز السوبر ليج، كاس عالم انديه. فانت لازم تنتظر وتشوف موقف الاهلي على المستوى القاري. طيب حساب بطولات بيقولوا ان فيتر بيريرا بيقرر اجراء تعديلات على اللجنه الرئيسيه للحكام. الخبر ده كان معانا امبارح وكان لنا السبق في نشر بعض التفاصيل من خلال مداخله مهمه جدا معانا من الخبير التحكيمي الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح. وبعد المداخله دي عملت رد فعل كبير جدا، ناس طلعت قالت جهاد جريشه مرشح، توفيق السيد هيقدم استقاله، فيتور بيريرا اتكلم مع اعضاء في اتحاد الكوره، حساب بطولات بيقول ان في تعديلات على اللجنه بعد طلب رسمي من فيتور بيريرا. ولكن انا بقول لكم حتى هذه اللحظه مفيش اي حاجه، وما تستغربوش ما تستغربوش لو جيت قريب قلت لكم ان فيتور بيريرا استقر على تجديد الثقه في اعضاء اللجنه اللي معاه. دون الخوض في التفاصيل، خلوا التفاصيل بعدين، ولكن احنا دايما بنحب نقول الخبر الجديد والبدايه بتكون من هنا. طيب حساب المصري الرياضي، مدرب حراس المرمى المنتخب الاولمبي اتكلم على الصعود للالعاب الاولمبيه في باريس. كابتن سيد السويركي مدرب الحراس اتكلم عن تجربته مع المنتخب الاولمبي ورحله التاهل الى باريس بعد الوصول لفاينل البطوله اللي اقيمت في المغرب، وقال ان الصعود للالعاب الاولمبيه كان صعب جدا، اللعب في البطوله هيبقى اصعب، 16 منتخب على مستوى العالم عكس الصعود لكاس العالم. فهو شايف ان البطوله هتكون صعبه جدا، ولكن ان شاء الله منتخبنا يقدر يعمل انجاز افضل من انجاز اللي اتحقق في دوره طوكيو. دوره طوكيو مع الكابتن شوقي غريب وصلنا لدور الثمانيه. الجيل ده مع ريجوري ميكالي اتوقع يوصل لابعد من كده، ولكن بشرط يتم تحضير معسكرات جيده واعداد جيد لهذا المنتخب في الفتره اللي جايه. في اجنده في 9، في 10، في 11، في يناير وفبراير، في اجنده في مارس، فعندك 6 توقفات تقدر تعمل فيها معسكرات ومباريات رسميه. طيب الترند العالمي وتصريحات مهمه جدا ليورجن كلوب اتكلم فيها من خلال الحساب الرسمي لنادي ليفربول. قال ايه يورجن كلوب؟ قال منح اشاره القياده الى فان دايك كان قراري، فيرجيل لديه كل صفات القائد، بالتاكيد افضل قائد في الدوري الانجليزي، ترتيب المجموعة القيادة هو فيرجيل، ترينت ألكسندر أرنولد، أندي روبيرسون وأليسون ومحمد صلاح. يعني صلاح ترتيبه رقم 6 في ترتيب قيادة الشارة أو كابتن فريق ليفربول. بس أنا سعيد جدا باستمرار صلاح في الفترة اللي جاية. جريدة الشروق قالت ردود أفعال غاضبة بعد تجاهل صلاح في قيادة ليفربول. جريدة الشروق راحت أن اختيار كلوب للهولندي فان دايك قائد للريدز خلفا لجوردن هندرسون وألكسندر أرنولد، شايفين أن ده يعني بيقلل من إمكانيات صلاح لأنه القائد للفريق في السنوات الأربعة الأخيرة، وأن هو مرشح أن يكون كابتن الفريق أكتر من فان دايك. عموما عدد من مشجعي الريدز من خلال حساباتهم في السوشيال ميديا أبدوا غضبهم من هذا الموضوع، عشان كده جريدة الشروق ألقت الضوء على هذا الموضوع وقالت أن في غضب من الجماهير. طيب آخر حاجة في الترند العالمي، ملعب القاهرة 24 اهتم بتصريحات يورجن كلوب ولكن في جزئية تخص محمد صلاح. قالوا انه ذكي، اول من يهاجم للفريق داخل الملعب فضلا عن دوره المهم خارج الملعب والجميع هنا يحبه. طبعا كلوب بيتكلم على صلاح بهذا الشكل نتيجة طبعا الكلام اللي اتقال على موضوع شارة القيادة، وكمان الكلام اللي اتقال على الانتقال ابرز اللاعبين الى الدوري السعودي، فرصة عظيمة لصلاح انه يقدم افضل شيء في الدوري الانجليزي السنة اللي جاية. طب سؤال الحلقة ورسالتنا ان جمهور الاهلي يوجه كلمه لرضا سليم. استاذ عبد الله رضوان قال مساء الخير استاذ محمد، رضا سليم اهلا بيك في نادي القرن، قلعه البطولات، بعبع افريقيا، نادي القيم والمبادئ، انت في قلعه مليئه بالبطولات، عليك بالعمل والاجتهاد، عليك باسعاد جماهير الاهلي التي لا ترضى الا بالفوز والمكسب فقط، اهلا بك في التتش يا ابن المغرب. طيب استاذ سامي بيقول اهلا بيك في نادي القرن، نادي المبادئ والقيم، حيث الجمهور العظيم والإدارة المحترفة المحترمة، وحيث البطولات التي لا تنضب، أهلا بيك حيث التاريخ والحاضر والمستقبل. أستاذ محمد عرابي أهلا بيك في نادي القرن الإفريقي والنادي الأكثر تتويجا بالبطولات، وبالتوفيق إن شاء الله.
استاذ جمال بيقول نرجو ان يكون اضافه يستفيد منها اعظم نادي في الكون النادي الاهلي. استاذ جمال ده نفس التعليق اللي كان معايا. استاذ غريب بيقول اهلا وسهلا بيك في نادي القرن الافريقي، انت تلعب لاعظم نادي في الكون. كلها رسائل ايجابيه، ولكن اللي لاحظته ان جمهور الاهلي بيوجه رسالته في حاجتين، انت بتلعب في نادي القيم والمبادئ، بتلعب في قلعة البطولات، أهلا بيك في نادي القرن. نتمنى التوفيق يا رب إن شاء الله للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. صفقة رضا سليم صفقة مهمة جدا في توقيت مهم جدا، البعض كان بيستغل بعض الأحداث في بعض المباريات من أجل الصراع على هذه الصفقة، ما كانش الهدف تاني خالص، ولكن كان هدف إنه يفسد صفقة رضا سليم إنها تنتقل للنادي الأهلي، ولكن نجح النادي الأهلي في انضمام أو في ضم رضا سليم لكذا حاجة: احترام نادي الجيش الملكي لاتفاقه مع النادي الأهلي، تقدير الأشقاء في المغرب لإدارة النادي الأهلي. رضا سليم على المستوى الشخصي عارف لما يجي يلعب في مصر مش هيلاقي أفضل من النادي الأهلي، لأن اللاعب طموحه إنه يلعب في المنتخب المغربي، وعشان تلعب في المنتخب المغربي لازم تكون موجود في أكبر الأندية الإفريقية، ولما تختار مصر مش هتلاقي أفضل من الأهلي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.